السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من سلسلة أعرف مستواك، وهي هذه الحلقة هي الحلقة 80 حلقة. أظن 80 حلقة لو إحنا اتبعنا الحلقات دي حلقة حلقة وعرفنا في 80 حلقة كل حلقة فيها قواعد كتير جدا جدا، أظن 80 حلقة دول يقدروا يخلوا أي حد بفضل الله لو مش عارف حاجة خالص هيعرف كل قواعد القراءة والكتابة والإملاء بدون معلم، أقسم بالله بدون معلم لو يتابع الحلقة ويعرف الحلقة دي القاعدة بتتكلم عن إيه والقاعدة دي بتتكلم عن إيه والقاعدة بتتكلم. وفي حلقات سابقة في سلاسل، في بعض السلاسل عندي كتير خاضر من حق أتعلم وابدأ معنا خطوة بخطوة، كل دي برضو مجموعة سلاسل حلقات بتتكلم عن كل القواعد الإملائية بكل سهولة. صدقني لو تأنيت شوية وقدرت تصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وبشر الصابرين، وبشر الصابرين دايما الصبور بينال، ينال اللي بيصبر، صدقني بيصبر بينال، بينال كل اللي هو عايزه. ماشي، اصبر وتمهل وتعلم بتأني واهدأ ولا تستعجل الأمور. اليوم النهاردة أنا تعلمت 2%، ما استصغرش العلم اللي أنا تعلمته، لا تستصغر المعلومة، تستصغرهاش. 2% وبكرة 2% وبعده 2%، وصلنا 100% بكل سهولة واحنا ماشيين ورد واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله ونتواصل ونستكمل باقي حلقات سيدنا الإمام علي بن أبي طالب والأعرابي. توقفنا عند إيه؟ عندما إيه؟ فخط بعصاه على الرمل، فخط بعصاه على الرمل، ماشي؟ بعصاه على الرمل، إيه اللي حصل بقى ثاني؟ هذين البيتين، هذين بتكتب في الأصل إيه كده؟ أصلها هذين، لكن علماء اللغة قال لك هذا الألف ينطق فقط لكن لا يكتب. في القرآن دائما هتلاقي كده مكتوب كده اهو، زي مثلا ايه، ان هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ان هذا في ألف هنا بيدل، بيقول لك ان في هنا مد، ماشي، لكن ايه يقرأ ولا يكتب. هذين البيتين، البيتين، تخيل كلمة البيتين دي ما فيهاش حاجة خالص ولا مد، الألف ولام، البي اللي احنا شرحناها قبل كده على فكرة، بي وتي الباء واخدة الياء والتاء كمان واخدة ياء، بي تي التاء والياء، تي البيتين. البيتين بقى بيقولوا ايه بقى؟ لم يبقى عندي ما يباع بدرهم، لم يبقى عندي ما يباع بدرهم، لم يبقى عندي ما يباع بدرهم، ينبيك حالة منظري عن مخبري. مش هنقول ينبيك، هنقول ينبئك عشان ناخد الهمزة كمان مع الكلمة. إلا بقية ماء وجه حييته، احتفظت به عن أن يباع وقد أبحتك فاشتري، وقد أبحتك فاشتري. ركز بقى، ركز كويس جدا في إيه؟ خدنا في الحلقة السابقة من النحو أدوات نصب الفعل المضارع اللي هي من ضمنها لم وفاء السببية
لم وفاء السببية. ركز، فاء السببية معناها علشان. بقول ايه؟ وقد أبحتك فاشتري. الفاء هنا نقول على فاء السببية. ليه؟ ليه فاء السببية؟ لأن هي معناها علشان، من أجل. أبحتك، اديتك الفرصة من أجل أن تشتري. وفاء السببية هنتكلم فيها دلوقتي، واللام بتاع نصب الفعل المضارع هنتكلم فيها دلوقتي. وإيه اللي خلينا نجيب اللام، لم والفاء دلوقتي وإحنا أصلا بناخد حلقة عن إيه؟ الإملاء. هنقول أهو، بقول إيه؟ لم يبقى، لم 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 أي لم، أداة من أدوات نصب الفعل المضارع. لم 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 يبقى، يبقى. ركز بقى معايا، عرفت انا هقول لك لم دي ليه؟ هجيب لك حالا دلوقتي اقول لك انا قلت لك لم ليه. يبقى، يب يبقى ياء وايه وباء. يبقى قا الف مقصوره خطا. ليه يا استاذ؟ تكتب يبقى بهذا الشكل اذا لم يسبقها اداه من ادوات النصب او الجزم. هنا يبقى فعل مضارع سبق اداه من ادوات النصب او الجزم، واحنا خدنا في الحلقه السابقه منها ادوات النصب اللي من ضمنها ايه؟ لم. طب ايه اللي بيحصل يعني؟ مش فاهم، ركز معايا بقى. اداه نصب او اداه جزم ياتي بعدها فعل مضارع، ياتي بعدها فعل مضارع، ياتي بعدها فعل ايه؟ مضارع، ماشي؟ انتهى، انتهى بحرف من حروف العله. هنعمل لك بلون تاني اهو. حرف من حروف الايه؟ العله. ايه هي حروف العله؟ ركز معايا. حروف العله هي حروف المد، الالف والواو والياء. الالف دي ايه؟ دي ياء. لا مش ياء يا استاذ، ده الف مقصوره، يعني الف، تمام. ده حرف من حروف العله. جاء مع فعل مضارع يبقى. يبقى فعل مضارع، طب والماضي بتاعها؟ بقى، بقي، بقي منه جزء. تمام؟ يبقى كلمة يبقى فعل مضارع. انتهت بألف مقصورة. انتهت بألف إيه مقصورة؟ يعني حرف من حروف العلة. حرف من حروف الإيه؟ العلة. سبق هذا الفعل أداة من أدوات الجزم أو النصب. إحنا خدنا الحلقات السابقة في النحو حلقات ايه؟ ادوات اللي ايه؟ النصب، من ضمنها لم. طب لم بتعمل ايه مع الفعل المضارع الذي ينتهي ها بحرف من حروف العله؟ بتحذف. تحذف وتبقى كده بالشكل ده؟ يا راجل بالشكل ده ازاي؟ طب وهي تنفع كده؟ امال تنفع ازاي؟ تنفع كده يا استاذ. يبقى لم يبقى. عرفت؟ عرفت ليه؟ حذفت. طب لو مفيش لم تبقى كلمة يبقى آخرها ألف مقصورة، معروفة بقى. ركز معايا، أدوات نصب أو أدوات جزم أتت قبل فعل كلمة، قبل الفعل المضارع الذي ينتهي بألف مقصورة أو واو. لما يقول إيه؟ لم يدعو، يدعو، يدعو. ركز معايا، يدعو، يد يدعو فعل مضارع. يدعو فعل ايه؟ مضارع. انتهى بايه؟ انتهى بايه؟ بالمد. المد ده بنقول عليه حروف العله. طيب اذا سبقه بقى حرف اداه من ادوات النصب او الجزم، لم او لن، لن ها بيحصل ايه؟ شكرا، حذفت حرف العله بقى لن يدعو، يدعو، يدعى، يدع. نصب او جزم بيحذف حروف الايه؟ العله. نصب او جزم بيحذف حروف الايه؟ العله. سواء حرف العله بقى الف مقصوره، واو، ماشي، يعني مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، بتحذف.
ماشي خلاص. لم يبقى ايه عندي عن، شوف عن مش عين، لا عندي لوحدها، انا بقول ايه عن نطق العين وايه ها عن، مش فاهم يا استاذ. ده عين يا استاذ يا حبيبي، عين لما تكون مع الهش مش مرتبطه بالكلمه بيقول عليها حرف العين، انا بقول ايه، انما الحرف ده دخل ارتبط بجمع بقى متجمع مع الكلمه، ها ما بقاش اسمه عين بقى، طالما بقى عليه حركه ما بقاش اسمه عين، بقى اسمه عاء او عي او عو. طب قال لي ايه عن، يبقى عين برضو يا حبيبي مش عين، عن اخرها ايه نون، عن عين ونون اهي. امال دي ايه يا استاذ؟ دي اسمها عي بس مش عن، دي اسمها ايه عي، انما قلت ايه عن، عرفت بقى ان في نهايتها نون اهي، عن ادي النون، عن دي الثلاثه واضحه زي الشمس. عندي غلط ليه يا استاذ؟ الساكن مع اللي قبله اهي عين تمام، والمد مع الممدود دي صح، المد مع الممدود الحرف الممدود مكسور اهو، الدال مكسوره وممدوده يبقى مد بالياء، برافو عليك، بس مش هي دي الياء، امال فين الياء؟ انهي ياء؟ انهي ياء يا استاذ؟ مش احنا عندنا اثنين ياء يا حبيب قلبي؟ مش احنا عندنا اثنين ياء؟ فين اثنين ياء؟ اهي ادي ياء وادي ياء وادي ياء. الياء دي حبيبي بتاتي في بدايه الكلمه وفي نص الكلمه، دي ما تنفعش هنا لان دي اخر حرف في الكلمه، يبقى لازم اختار اي ياء من الاثنين دول، انهي ياء فيهم؟ يا اما الياء دي يا اما الياء دي، اي واحده؟ اي واحده، يبقى هختار دي يا استاذ. لا ليه يا استاذ مش تقول اي واحده؟ لا اي واحده بشرط الياء دي تاتي في نهايه الكلمه اذا كان الحرف اللي قبلها متصل بيها. يعني ايه؟ يعني الدال تتصل بيها؟ لا يبقى الياء دي ما تنفعش، الياء دي اللي تنفع، عرفت؟ يبقى احنا لما نيجي ناخد بالنا نحذف ايه؟ نحذف دي خالص اهي، ونعمل الياء دي اهي. لم يبقى عندي ايه؟ ما يباع، ما يباع، 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 لم يبقى عندي ما يباع بدرهم، بدرهم، بي بي بي، يا استاذ الباء حرف زائد، بي طالما مكسوره، برافو عليك، والباء حرف جر، تمام؟ ها بدرهم، بدر، بدر، در، ادي الدال والراء، در، در، وارجع انطق الكلمة تاني من الأول عشان أجيب الحرف اللي بعده رأ، بدر ها ها أهي ها ها، بدر ها من ميم ونون، ما شاء الله عليك يا أستاذ، غلط، ليه غلط؟ ما هي يا أستاذ بدرها من الكسرة يا أستاذ، ما احنا قلنا لك برضه غلط يا أخي، ليه غلط؟ لأن احنا قلنا إيه؟ يا أستاذ في هنا سكون، طب ما ايوه النون ساكنه صح، بس انت بتكتبها ليه؟ مش انت قلت بدرها من، ايوه قلت لك بدرها من قال لك ان هي اخرها نون اهو، انت نطقت كده، ما يمكن نون، يمكن نون تنوين، نون تنوين، هي نون تنوين ممكن يتصل بها حرف، ايوه يتصل بالكلمه حرف، اي حرف، اي حرف، تمام، الكلمه بدات بالف ولام؟ لا، تمام ما فيهاش الف ولام، خلاص يبقى ممكن تبقى منونه. الكلمة فعل؟ لا مش فعل، إيه اللي عرفك؟ لأن الباء دي مكسورة دايما لما تأتي في بداية الكلمة وكون زائدة.
بتبقى حرف جر، حرف جر، وحرف الجر لازم اللي بعديه يبقى اسم، يبقى ده اسم وما فيهوش الف ولا، وما هوش مثنى، ما قالش درهم يعني درهمان، ما قالش درهمان، قال بدرهم من، يبقى الله، يبقى الكلمه بدرهم اصلها، اصل الكلمه بدرهم من، احذف النون حبيب قلبي واحذف النون وخلي الميم اللي قبل النون دي ساكنه، بدرهم بدرهم ما اتغيرتش، يبقى النون دي نون تنوين، يبقى النون دي نون ايه؟ تنوين، يبقى بدرهم من، اعمل بقى النون اعمل مين بقى زي ما احنا بنعملها كده عشان نبقى ايه؟ بنعمل صح، بدرها من، ادي الميم دي اسمها ايه؟ بدرها مي، مي بدرها مي، بس هو للتنوين، التنوين يعني كمان كسره، بدرها من، لم يبقى عندي ما يباع بدرهم، ينبيك حالة منظري عن مخبري، ينبيك ينبيك، مش هنكتب ينبيك، ما شاء الله في ناس كتير جدا كتبتها في التعليقات وصحيحه 100%، انا اقول ايه؟ ينبئك ينبئك ين، يبقى الياء والنون، هنغير بس شويه كده في الايه؟ ين، هنغير بس شويه في الايه؟ في الـ في الـ في 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 شكل الكلمه، ين بي او كا بي او بي الباهي، هنا لازم احدد باء يوم بي او كا، هكتب الالف يا استاذ على ايه بقى؟ هكتب الهمزه على الف ولا على سطر ولا على ايه؟ يوم بي او كا يا استاذ، ده الكاف دي كاف ضمير، برافو عليك، وايه اللي عرفك ان هي كاف ضمير؟ احذفها يا حبيب قلب، يبقى ينبئ ينبئ، حلو جدا، ينبئ اهي بي بئ، هنا الهمزه فين؟ الهمزه مكسوره يا استاذ، يبقى الحرف اللي قبل الهمزه مكسور، يبقى الهمزه تيجي على نبره، يا سلام عليك ما شاء الله عليك، غلط، ليه يا استاذ؟ ليه كده يا استاذ؟ لا انت قلت ايه؟ ينبئ بئ، الباء هنا ايه؟ ها بي يوم بي ها ياء، برافو عليك، وتكتب الهمزة على السطر إذا سبقها حرف ساكن، إيه فين حرف ساكن؟ يوم بي يوم بي طب لو عايز أضيف حرف الكاف بقى الضمير أعمل إيه؟ أهو يا أستاذ، يا سلام يا سلام، هو في كاف الضمير ها على طول كده تبقى لوحدها خالص؟ ايوه يا استاذ، مش في همزه على السطر؟ وفي بعد الهمزه على السطر كاف ضمير؟ ايوه يا استاذ، ايوه تمام، بس لما اجي تتصل كاف الضمير دي بالكلمه، خد بالك بقى، بتقلب الى ياء، الهمزه تكتب بقى هنا مش على السطر، تكتب على نبره، يعني ايه؟ يون بي او كا، يون اهي الياء والنون، ين ين، طالما ظهر حرفين يبقى ساكن ايه؟ يبقى الحرف الثاني ساكن على طول، يوم بي، ادي الباء مكسوره ايه؟ يوم بي او، ده الهمزه على ضمه يا استاذ، ايوه ما هي ضمه، الضمه اقوى ولا الكسره؟ الكسره اقوى يا استاذ، يبقى تكتب على ايه؟ على نبر، يوم بي او كا، تمام؟ يوم بي او كا ايه؟ حالة منظري، حالته 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 لاتو غلط، ليه يا استاذ؟ مش هعرفك ان هي تاء مربوطه او تاء مفتوحه، هعرفها ازاي؟ ينفع تنفع نقول حاله؟ ينبئك حاله، ايوه يا استاذ صدق، ينفع تنطق هاء، طالما ينفع تنطق هاء يبقى مش تاء مفتوحه يا حبيب قلب، يبقى تاء مربوط، يبقى تاء ايه؟ مربوط، هعرفها ازاي؟ التاء المربوطه يجوز ان تنطق هاء، حاله، اعملها هاء بقى ساكنه، حاله، ينبئك حاله، ينبئك حالته ايه؟ حالته ايه؟
ما قلتش حاله، لا لو هننطقها ياء تبقى هاء ساكنه، هننطقها تاء مربوطه يبقى عليها بقى فتحه او كسره او ضم حسب وضعها. حاله منظري، منظري، من من ميم ونون. اوعى تكتب لي من كده وتكمل لي الكلمه، لا انا بقطع لك الكلمه عشان تعرف بتتركب ازاي وتتجمع ازاي. من ظا 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 الظا، من ظا من ظا ري ري يا يا استاذ. ايوه يا يعني برافو عليك، تمام هي دي الياء زي دي كده بالظبط. عندي منظري، يمك ايه حالة منظري؟ عن 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 حرف من حروف الجر، عن مخبري يعني اخباري. منظري بيدل على اللي انا فيه، اذا كنت انا محتاج او مش محتاج، سعيد او مش سعيد، فرحا ام حزينا. منظري هو اللي بي ايه بينبئك، بيظهر لك، بيظهر لك. ينبئك عن يظهر، يظهر لك ها حالة منظري عن ايه؟ مخبري، من غير ما اتكلم. مخبري اهي، مخ بري ري، ينبئك حالة منظري عن مخبري. إلا بقية ماء وجه حييته أو حفظته. المعنى واحد، إلا بقية ماء وجه. إلا 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 الكل بيخطئ وكل مش عارف يقرأ، دي أو أكتر ناس تعرفش تقرأ دي اسمها إيه؟ دي اسمها إيه؟ إلا إلا مش إلا دي، مش إلا دي، إلا دي حرف جر، دي اسمها إيه؟ إيه؟ إلى زي إيه؟ لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، ها؟ إلى، طب دي اسمها إيه؟ إلا 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 إيه؟ إلا بقية، بقية بقية تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ هنطقها هاء. بقية، إلا بقية، ما بقي يعني، إلا بقية أهي تمام، يبقى تاء مربوطة يا أستاذ. إلا بقية إيه؟ ماء وجه، ماء ماء. الهمزة فين يا أستاذ؟ الهمزة تكتب على الصوت إذا كانت متطرفة وقبلها حرف ساكن. هو فين الحرف الساكن؟ مد بالالف يا حبيبي، والواو والواو والياء دي حروف ساكنه. ماء وجه، ماء وجه، وجه ها، الا بقيه ها، ماء وجه، وج. ايوه يا استاذ، الواو حرف زائد يا استاذ، يعني ممكن احذفه. ايه الحروف الزائده؟ كتبناها قبل كده وهنكتبها في الحلقه القادمه ان شاء الله. وج، والحروف زي ده كتير عندي في مجموعة حلقات كتير جدا، اللي عايز يرجع لها يعني يكتب لي يبحث كده الحروف الزائدة، حلقة الحروف الزائدة. ماشي؟ وجه، هي الواو دي من أصل الكلمة ولا زائدة يا أستاذ؟ ده الواو مفتوحة يا أستاذ تبقى زائدة، زائدة ازاي؟ طب احذفها كده بعد ما يكتب كلمة وجه. وجه، ماء وجه، وجه، وجه. عندك نون وعندك هاء، فالكلمة نفسها هناخدها واحدة واحدة. احذف النون، ماء وجه، يبقى ما شاء الله، يبقى الكلمة ما فيهاش تنوين، يبقى الكلمة منونة بس، ما فيهاش نون أصلية. ماء وجه، حلو. وجه بقى، هل هي هاء ولا تاء مربوطة؟ هو أنا قلت ماء وجد، وجد بالتاء، قلت ماء وجه، لا يمكن بقى، لا يمكن إن هي تأتي بالتاء. اقرأها كده بالتاء، ماء وجد، ماء وجد، ماء الوجه يعني، الحياة يعني. لا يا استاذ ما ينفعش تنطق بالتاء. شوف تمام، يبقى ايه؟ يبقى خلاها هاء. ازاي يا استاذ؟ مش احنا قلنا حالته تنفع اقول حاله؟ لو قال لي حاله
ممكن اقول حالته. اه تمام، نفعل بالهاء والتاء. طب هي وجه، ينفع اقول وجدت؟ لا، ما اوجد، لا، يبقى هي هاء اصلا. يبقى اللي بيفرق ما بين الهاء والتاء المربوطه الضمه. وجهه، ينفع اقول وجده؟ ما اوجده؟ لا، وجهه. ما اوجه؟ اه. حفظته، 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 او حييته، احترصت بيه يعني. حفظته، ح حافظ ت هو. الهاء بقى هنا، هو يا استاذ هاء ضمير، برافو عليك. هاء الضمير بعدها حرف مد؟ لا يجوز، ما ينفعش هاء الضمير يكون بعدها حرف مد الا في حاله واحده بس، لو كان بيتكلم عن مثنى. وجهها مد، كتابها ماشي، شعرها، بيتها، لونها، قدمها ماشي، خلاص، قلمها كده. في الحاله دي بس هاء الضمير بيتصل به الف مد حتى يدل على انه مثنى، انما الا بقيه ماء وجه حفظته، هو اللي بيتكلم. فهنا الهاء هاء بتاعته هو، وهاء الضمير حبيب قلبي تكتب في نهايه الكلمه ومفيش بعدها اي حاجه غلط. الا بقيه ماء وجه حفظته عن ان يباع، عن ان كتبت اهي، عن ان اهي، ان الف ونون، ان يباع اهو، يباع عن ان يباع. ها نكمل بقيه البتاع. وقد ابحتك، وقد و و و الواو زائده اهي، وقد، قد كتير كلمه، قد بتاتي في الكلمه كتير خالص، قد زي قد ايه، قد افلح المؤمنون، وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، قد ها، وقد ابحتك بح، شوف بح، ما اقولش باحة، لا بح، زي ما المعلم نطقها بح كده اهو، بح توكا توكا، ما اقولش تو واعمل مد بالواو، ما تنفعش والله خالص، ما اقولش تو واعمل لي بقى تاء واو، لا خالص، تو التاء على ضمه، قبل ما تعمل المد حبيبي طلع لي الحرف بره وحط عليه الحركه بتاعته واقرا تو اهي، ابحت كا 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 ادي الكاف. فاشتري نفس الكلام بقى اهو، الفاء هنا فاء سببيه، والفاء السببيه بتحذف، ها برافو عليك، بتحذف حرف العله بعد الفعل المضارع، بتاتي مع الفعل المضارع. الكلمه اصلها ايه؟ اشتري، اشتري اهي، اش اشتري، اشتري ها، حروف العله الالف والواو والياء، حروف العله الالف والواو والياء اهي. طيب دي ايه؟ من ان يباع وقد ابحتك، لو قال اشتري تكتب بهذا الشكل، انما لو قال لي فاشتري، الفاء هنا فاء ايه؟ برافو عليك، فاء سببيه، وفاء السببيه معناها ايه؟ علشان تشتري، من اجل ان تشتري، وطالما حطيتلي فاء السببيه يبقى فاء السببيه برافو عليك بتحذف حروف ايه؟ العله، حرف الايه؟ العله. بهذا الشكل نكتفي بهذا القدر، اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد زائد 210-211-69941، وانا بعتذر جدا، انا مش عارف اتواصل على الواتس مع الناس كتير جدا جدا بتواصل معايا، فمعذره ان اذا كنت بتاخر على الناس، واي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.